أشخاص عادوا من حافة الموت، ما حدث لهم قد يصدمكم؟ يعتقد بعض الناس أن تجربة الاقتراب من الموت حدث كبير قد يغير الحياة بشكل كلي. كلمة دراسة جديدة الاعتقاد السائد، حيث وجد بحثون أن المرضى الذين عادوا من حافة الموت لا يظلون على حالهم تماماً بعد عام. في دراسة هي الأولى من نوعها، راقب خبراء 19 شخصاً بعد أن تعرضوا لتجربة قربتهم من الموت في وحدة العناية المركزة، ثم تابعوا معهم لمدة 12 شهراً، وما توصلوا إليه كان صادماً حسب وصفهم. وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الباحثون الذين نشروا نتائجهم في مجلة كريتيكال كير درسوا 129 شخصاً كانوا في وحدات العناية المركزة في جامعة ليج في بلجيكا لأكثر من أسبوع، وكان قد تم إدخال المرضى إلى وحدة العناية المركزة لعدة أسباب، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والكلى والعصبي والأيض، حيث تم قبول غالبية المشاركين في الاستطلاع لأسباب جراحية. ووجدوا أن 15% منهم، أي 19 شخصاً، مروا بتجربة الاقتراب من الموت، ثم تمت دراسة هؤلاء المرضى بشكل أكبر. وبدأت التجربة عندما تمت مقابلتهم بعد 3 إلى 7 أيام من خروجهم من المستشفى وسئلوا عن تجاربهم في لحظة اقترابهم من الموت، مثل نسيانهم أو الشعور بالانفصال عن أنفسهم. عانى هؤلاء المرضى الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت في البداية من أعراض الفصامة، وتضمن ذلك مشاعر الشعور بالانفصال عن الذات، والشعور بالقليل من الألم أو عدم الشعور بالألم، والشعور بعدم اليقين بشأن هويتك، وزيادة الرفاهية الروحية والشخصية. أما المفاجأة فكانت عندما اتصل بهم الباحثون مرة أخرى بعد عام واحد لقياس جودة حياتهم، وأشار الباحثون بعد تلك الفترة الزمنية إلى أن لم يتم العثور على أي ارتباط مهم نوعية الحياة، على الرغم من حقيقة أن تجارب الاقتراب من الموت يتم الإبلاغ عنها عادة على أنها تحول وقد ترتبط بالعواطف السلبية. وبهذا الخصوص وجد الدكتور بروس جريسون الذي طور مقياس تجربة الاقتراب من الموت الذي استخدمها الباحثون في الدراسة، أن 10 إلى 20% من الأشخاص الذين توقفت قلوبهم اختبروا شعور بالاقتراب من الموت. أعرف جريسون تجارب الاقتراب من الموت بأنها تجارب حية بشكل مكثف وغالباً ما تغير الحياة، وتحدث في ظل ظروف فسيولوجية قاسية مثل الصدمات التي تهدد الحياة أو السكتة القلبية أو التخدير العميق.